أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال حول التعرض من الإسلام إلى الكفر. الجواب: في الروايات التعرض أي كان الإنسان مسلما ثم أصبح كافرا. الجواب ينقسم إلى الأقسام الخمسة. تارة لا يذهب إلى التبليغ، يكون واجبا بعض الأحيان جائزا مثلا إذا كان السياحة، وإذا ذهب للحرام فيكون محرما، وهذا الوجوب أو الحرمة يكون عقليا. السؤال: من صلى سنوات مديدة أو مدة من الزمن صلاة المغرب بعنوان المغرب بأربع ركعات والعشاء بعنوان العشاء بثلاثة ركعات، نعم شلون؟ اي مو زين، هذا مو حرام شرعي، يعني ما مسوي حرام، اما مو زين هذا لانه يضيع مستقبله. ها ما يخالف ما يخالف. بل الجواب: عليه فقط أن يأتي بمغرب وعشاء واحد فقط يقضيها، ومن ثم ما جاء من بعدها فإنه كان في عنقه المغرب ثلاثة ركعات والعشاء ذو أربع ركعات وكان قضاء، فإنه بالنسبة إلى نية أداء كان يصلي، والأداء والقضاء لم يكن من أجزاء النية، فعليه فقط أن يأتي بقضاء اليوم الأول فقط المغرب والعشاء، وما كان يأتي من بعد فإنه من قبيل الخطأ في التطبيق. جزء اركان نيتني ظهر لا اشكال فيه، فقط هم النماز روز اول را يرق يك مغرب يك عشاء قضاء كنه، ظاهرا كافيه چون بقيه اللي كه ميخونده اين گردنش قضاء بوده فقط به عنوان ادا ميخونده اين خطاي در تر. السؤال: كيف فقط يجب عليه صلاة واحدة ولم يأتي في الحقيقة في الصلوات الآتية؟ الجواب: لأنه كان عليه أن يأتي بصلوات المغرب والعشاء، ولكن أخطأ في هذا وجاء بالمغرب والعشاء ولكن أخطأ في التطبيق. المغرب حد نماز باطل قضاء بعد مغرب ها بعد یا چون قضا گردنش بوده به عنوان ادا میخونده اون را اشکال نداره. والاداء والقضاء لم ياتي ولن يكون من اركان النيه. اول چهار رکعت خوند به عنوان مغرب، بعد سه رکعت خوند به عنوان عشاء. وانه كان في عنقه القضاء ولكن جاء بعنوان الاداء، وهذا من قبيل الخطأ في التطبيق. ظاهر مسألة موجودة في الشرع في الشرائع، والبعض اتفقوا على هذا بأن الأداء والقضاء الوجوب والاستحباب لم يكن من أركان النية، فلا أشكال في ذلك إذا كان خطأ حصل هناك خطأ. أما قضاء قردنش بودي أنا أما بعنوان أداء خمدي أشكال نظر خطأ در تطبيقه، اینا شرایع داره بعدی هم ظاهرا توافق دارن که ادا و قضا
وجوب و استحباب اینا جزء ارکان نیت. السؤال بالنسبة إلى من يبيع الرطب إذا كان عنده نخيل وباع رطبا، هل عليه الزكاة أو لا؟ الجواب انظر المسألة موجودة في توضيح المسائل والرسالة العملية. اینو تو رساله هست، تو مسائل زکات تو رساله ببینید. الان من تو ذهنم نیست. اینو میگم تو رساله ببینید. نه. ای. شوفو. الزوجة كزوجة عليها واجبات تجاه الزوج ومحرمات ومستحبات ومكروهات، والزوج تجاه الزوجة أيضا نفس الشيء. أي حسب الشأن العرفي، بعضها واجب بعضها مستحب. لا لا، عملية الخمس مثل عملية الصلاة والصوم، كل واحد له تكليفه، الزوجة لها تكليفها، إذا عندها مال ملك إلها إضافة على المؤونة لازم تخمس، يعني إضافة على المصرف، إذا زايد على المصرف عندها وملك إلها فلوسها ورث جايها أو زوج أو غير الزوج منطيها هدية وزاد، هذا عليها الخمس مثل ما على الرجل الزوج الخمس. ها؟ المهر حسب التوافق مو شأنية. لا لا، إذا الشأنية أكثر وتوافق والزوجة قبلت بالمهر أقل ما يخالف، أو إذا شأنيتها أقل والزوجة ما تقبل بالأقل رادت أزيد وتوافق الزوج والزوجة لازم يعطيها حسب التوافق. المهر حسب التوافق، أما إذا ما عينوا المهر في الزواج الدائم عود يصير حسب مستوى الزوجة. بل هذا إذا ما عينوا المهر، أما إذا عينوا فلان مبلغ هالمقدار لا يتعين سواء يوافق شأنها أو ما يوافق شأنها. السؤال، هل الربيبة تكون كسائر المحارم؟ الجواب نعم، جميع أحكام المحارم. فالربيبة تكون محرم للإنسان كبنت الأخ وبنت الأخت. ربيبة محرمة مثل دختر خالي، مثل دختر. كل ما يكون جائزا بالنسبة للمحارم يجوز بالنسبة للربيبة أيضا. محارم جائزة نسبت به ربیبه جایزه. نعم. اشلون؟ ای 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 التوبة حتى عن الشرك مقبولة بلا اشكال، أما إذا واحد أذنب غير الشرك من الذنوب وما تاب، الله تواب ممكن يتوب. لا، إذا واحد مشرك وتاب قبل الموت الله يقبل التوبة، وروايات خاصة أكو قبل أن ينكشف له الآخرة إذا تاب الله يقبل. أي اي اي بلي، المشهورة حديث قدسي، لكن غير هاي غير المشهور اللي في المفاتيح موجود، غير المشهورة ما ادري يعني مو ببالي. السؤال بالنسبة إلى من قبل أن يدخل الوقت توضأ بقصد الوجوب،
ما حكم الوضوء؟ الجواب إذا كان على نحو التخييل فباطل، ما عامة الناس لا يتوضؤون بهذه الكيفية، لأنه لم يأتي الوجوب. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهر. أما إذا لم يكن عن نية التخييل، غالبا ما يكون من الناس عن غير نية التقييد، ولا أشكال فيه، فإنه لم يكن متوجها بمعنى الوجوب. أما إذا كان ملتفتا والنية التخييد جاءت من، نعم تبطل الوضوء أو يبطل الوضوء. باشه، اما توجه نداره که واجب یعنی چی. اگه توجه داره و نیت تقیید کرده، آره باطل، تو واجب نشده هنوز. نعم ای العزم على التقوى، العزم على التقوى هاي يوفق أكثر. السؤال بالنسبة إلى ما إذا تقيد، كان له نية التقييد تقييد الوجوب، فأكثر الأعلام قالوا بصحة صلاته. يعني من نيته الجواب، إذا جاء شخص بنية صلاة الظهر بنية التقييد، جاء بنية الصلاة المستحبة. قولي عليه إذا كان بنحو التقييد، إذا جاء بنحو التقييد الواجب مثلا. نعم، البعض من الأعلام قالوا بأن نية التقييد لا يكون موضوعا تقييدا، هناك بحث آخر. ولكن إذا قلنا بأنه تقييد فالوضوء يكون باطلا. نعم، قال البعض في الحاشية، حاشية العروة، بأنه ما ليس من معنى لنية التقييد، فإنه يأتي بعبادته ووظيفته، فنية التقييد لا يكون صحيحا، فصلاته تكون إذن صحيحة. السؤال إذن، الوضوء الواجب بالتقييد يكون باطلا بنظركم؟ الجواب نعم، إذا كان هناك بنية التقييد يأتي بالوضوء ولم يدخل الوقت فالوضوء باطل. ولكن الكلام في أنه ما جاء به من نية التقييد لم يكن ملتفتا إليه، فإن الشارع قال إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهر، وأنه من قبيل الصلاة قبل دخول الوقت. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور، مثل نماز قبل الوقت خمدان ميمون. والبحث هنا بأنه إذا كان التقييد صحيحا، يعني وقع التقييد، فالوضوء باطل. أما إذا قلنا بأن التقييد لا معنى له فالوضوء يكون صحيحا. راجع العلماء والباقين من الأعلام ذكروا هذه المسألة. نعم، البعض من الفقهاء قالوا أنه لا معنى للتقييد هنا. فقال البعض أنه لم يكن تقييدا في الواقع، بل تخيل التقييد. التقييد غلط، التقييد نيس، التخيل التقييد، إن من عرض مكرم تخيل، من جنة فرمودان تخيل، يعني تقييد نيس. السؤال بالنسبة إلى ما ذكرتم من اليوم الأول فقط يقضي صلاة المغرب والعشاء والبقية لا شيء عليه، الجواب لأنه نية القضاء والأذان لم يكن من أركان النية في الصلاة، فما جاء في المدة، هذه المدة غير اليوم الأول، يكون صحيحا، لأن نية الأداء والقضاء لم يكن واجبا ولم يكن ركنا في نية الصلاة. و
الكلام بالنسبة إلى الصلاة والوضوء الأول. نعم بحترم وضوء أوله بعد يا إشكال نداره. بله بله سلام عليكم. چی؟ بله بله السؤال بالنسبة إلى أتممت عليكم نعمتي ورد في القرآن في ثلاثة مواطن في القرآن، فكيف يجمع؟ وهناك بعض الآيات إتمام وإكمال. الجواب انظر، الإكمال والإتمام يختلف. الإتمام بمعنى أنه كان ناقصا وأتممت ذلك الشيء، ولكن مع كونه صار تماما ولكن ربما يكون ناقصا، والإكمال بمعنى أنه لا يبقى هناك شيء إلا وقد ذكره. والظاهر على أنه بقرينة الحكم والموضوع، لأنه في مسألة تغيير القبلة والكعبة لم يكن الدين كاملا في ذلك اليوم، أما مع ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فأصبح الدين كاملا، مثل الدين الذي يكون مع التوحيد ولكن من دون النبوة، فلم يكن كاملا حتى مع التوحيد والنبوة من دون الإمامة، فلم يكن كاملا. توحيد ونبوة بي امامات قلم كامل بل همين همين خوبه خوبه اشكال نداره. والظاهر أتممت ولو بقرنة مناسبة حكم الموضوع هو ما ذكرت. ظاهر أتممت ولو بقرنة مناسبة. السؤال حول وأتم الحج والعمرة. الجواب أتم الحج والعمرة، يكون نظير الصلاة والصوم. لأنه إذا جاء في مثل نماز روزه وإنا نيس أجر كسي حج نماز مستحب شروع كار واجب تمومش كننا، أما أجر كسي نماز روزه مستحب شروع كار واجب تموم كنه تا مغرب نه واجب را باید تموم كنه، أما حج عمره أجر مستحب بود هم بشروع إتمامش واجب ميشه. فإنه يختلف مسألة الحج والعمرة عن مسألة الصلوات الواجبة. من جاء بصوم مستحب هل يجب عليه أن يكمل هذا الصوم؟ لا، لا يجب عليه، وهكذا الصلاة المستحبة، ولكن الحج والعمرة مع شروعه حتى إن كان مستحبا فيجب عليه الإتمام. بل إنك شما فرمودي هم فرمايش أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ذهن منت ونهج البلاغة هست أول سخنراني كردن بعد از که مردم بعد 25 سال باشون بیعت کردن تو اولین سخنرانی فرمودن که حالا این عبارت حضرت نیم مضمونشه. السؤال انه اكملت عليكم نعمتي انه اذا جاء الانسان بالاعمال كلها ولكن من دون ولايه فيكون اعماله ناقصه. نعم ذكرت، ما هو كلام امير المؤمنين عليه السلام وعلى ما في بالي من اول خطبتين بعد أن بايع الناس أمير المؤمنين عليه السلام بعد 25 سنة، في أول كلام يقول
يعني هو مضمون كلامه بأنه كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوحيد من دون النبوة، هكذا لا يقبل التوحيد والنبوة من دون الإمامة. إذا قال الشخص بأنه يا رب إني أقبلك وأقبل رسولك ونبيك، ولكن لا أقبل أمير المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول لا أقبل منك هذا التوحيد ولا هذه النبوة. غذا تو کشور تو شهرهای کفار اگه گوشت نخورید اشکال نداره، مگر اونی که یقین دارید اینا با دست تر بهش زدن که متنجس شده. اگر این یقین نیست اون اشکال نداره، فقط گوشته که مطلقا جایز نیست. السؤال بالنسبة إلى الطعام في بلاد الكفر، الجواب إن لم يكن هناك في طعامهم اللحم فلا أشكال فيه، إلا إذا تيقنتم بأنهم لامسوا هؤلاء مع يد أو مع رطوبة في غذائهم وطعامهم، اللحم يشكل فيه. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون؟ تورية؟ تورية يعني يقول فت كلام اللي يسمع ظاهره شيء وهو يوري يعني يقصد غير الظاهر، هذا تورية. حده هو ما ظاهره خلاف ما يقصده المتكلم. ها؟ أي. هذه المسألة موجودة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري بالتفصيل، محل خلاف بين الفقهاء لأنه التورية اختيارا جائزة أم لا محرمة. جماعة من الفقهاء ومنهم المرحوم والدي كان يقول لا، عند الضرورة تجوز التورية لا مطلقة. بعض الفقهاء مثل نفس الشيخ الأنصاري يقول لا، التورية مو محرمة حتى في حال الاختيار. هذا محل خلاف بينه. بل فعله كبيرهم هذا كبيرهم. السؤال بالنسبة إلى التورية، هل يكون قضية نظير قضية نبي الله إبراهيم بل فعله كبيرهم؟ الجواب، البعض من الفقهاء قال أن التورية كوالدي لا يجوز إلا مع الاضطرار، والبعض قال بأنه يجوز وهذا نظير قضية إبراهيم بل فعله كبيرهم. السؤال بالنسبة لأتم الحج والعمرة لله، الجواب ذكرت بأنه الصلاة المستحبة إذا جاء بها الإنسان مع أنها قربة لله، وهكذا الصوم المستحبة بنية القربة والخلوص، ولكن إذا قطعهما قطع الصلاة والصوم فلم يأتي بعمل المحرم للعنوان الأولي، ولكن الحج والعمرة المستحبة إن شرع بها يحرم عليه قطعهما العمرة والحج حتى إن كان مستحب لله. أتم الحج والعمرة لله أي بمعنى القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكما يكون الشروع لله سبحانه وتعالى بقصد القربة والخلوص فيه، الإتمام أيضا يجب عليه أن يكون فيه قصد القربة. أصلاً روزي مستحب أجل نيات روزي كارت السؤال في الصوم المستحب قبل الظهر وبعد الظهر يختلف في الإبطال والأكل فيه؟ الجواب لا أشكال فيه.
حتى قبل الدقائق من صلاة المغرب يتمكن أن يأكل ويفطر. هكذا الصلاة حتى هذا قبل السلام أبطل الصلاة، لا أشكال في صلاة مستحبة. أما في الحج والعمرة فإذا أحرم ولبى وشرع في الحج والعمرة فعليه أن يتم. اختلاف نادره نادره، غالبا فقها فرمودن که نه در نماز واجب و روزه واجب. قال غالب العلماء بأنه يحرم ذلك في الإبطال بالنسبة إلى الصوم الواجب والصلاة الواجبة وبه الشهر العظيم إن لم نقم بالإجماع. وكان سنوات مديدة القرون فيه من الإجماع في هذه المسألة. السؤال بالنسبة إلى الذهاب أكثر من ثلثين بالنسبة إلى العصير العنبي. فرق نمیکنه تو آب انگور یک سیب یا میوه یک چیزی انداخته باشه یا ننداخته باشه، وقت مربا که میشه ذهاب بیش از ثلثین میشه تا مربا بشه، لذا اشکال نداره. بله بله. البعض من العلماء قالوا بالنجاسة إذا لم يذهب الثلثين، والنظر على عدم النجاسة، وهناك دليل خاص بالنسبة للعصر العنبي. المسألة محل خلاف بالنسبة إلى ذهاب الثلثين أو عدم ذهاب الثلثين، والعروة قد تطرقت لهذا المسألة، كتاب العروة قد تطرق لهذا المسألة. محل خلاف عرض كذا عروة دار مسألة. نعم. اي ها هذا طالب العلم اللي من مدينة رايح إلى مدينة أخرى ويدرس، مثل طالب الجامعة اللي من مدينة رايح إلى مدينة أخرى يدرس بالجامعة، إذا سنة وأكثر من سنة يريد يبقى هناك هذا حكم يصير حكم مدينته، يصلي تمام. اي بل بل سنة أو أكثر إيه. أما إذا أقل يجلس فستة أشهر يدرس، لا هذا ما يعتبر غير مسافر، هذا يصلي قصر. إذا 10 أيام ما نوى البقاء. الجواب، هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقضى أمير المؤمنين عليه السلام الذين ينامون للصلاة. والكلام أنه هل يجب إيقاظ الناس للصلاة وإيقاظ الضيف للصلاة أو لا؟ أما إذا كان هناك ضيف أهل الصلاة والآن قد نام فلا يجب إيقاظه للصلاة، لا أشكال في إيقاظه، ولكن أنه هل في أين يكون واجبا وأين يكون لا يكون واجبا؟ إشكال نادر، فقط بحثنا كجا واجب كجا واجب نيس. إنه كان أهل الصلاة ولكن لم يوكل لكم إيقاظه للصلاة فلا يجب عليكم إيقاظه. لا واجبني بدار كردن. نعم. يعني شيء اي هذا محل خلاف بين الفقهاء، كل واحد يرجع الى مرجع تقليده، بعض الفقهاء يقولون يبطل الصوم، بعض الفقهاء يقولون لا يبطل.
لا كفارة ما عليه، بس قضاء على القول بأنه يكون مبطل للصوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل من لا